أهلا بكم. تستعد تركيا لأول جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في تاريخ البلاد، فرضتها نتائج الدور الأول بعد منافسة انتخابية مختدمة بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وغريمه كمال كليتشدار أوغلو. وأعقبت نتائج الجولة الأولى هزات على مستوى حزب تحالف الأمة بقيادة مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو، تمثلت بسلسلة من الاستقالات والإقالات في صفوف المسؤولين، ما جعل منافسه أردوغان في وضعية يراها مراقبون مريحة للظفر بولاية جديدة. فما حظوظ مرشح تحالف الجمهور ومرشح تحالف الشعب لحسم السباق الرئاسي؟ ما هي أوراق أردوغان وكليتشدار لحسم الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي؟ ما الذي تسبب بحرمان أردوغان ربع مليون صوت لحسم الدور الأول؟ ما الذي بقي لمرشح المعارضة بعد خسارته الآلة البرلمانية؟ وهل ستحسم التحالفات الجولة الثانية من الانتخابات التركية؟ بالكاد هدأ المعترك الانتخابي في فصله الأول حتى بدأ التحضير والتحشيد من قبل الغريمين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، استعدادا لمواصلة غمار الاستحقاق الرئاسي في انتظار إعلان المرشح الذي حل ثالثا الدور الأول سينان أوغان في وقت لاحق، الجهة التي سيدعمها في جولة 28 مايو الجارية. للمزيد مشاهدينا نرحب بالمحلل السياسي الدكتور حكيم بغرارة، أهلا بك. شكرا على الدعوة، أهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. ومن تركيا نرحب بالكاتب الصحفي حمزة تيكين، أهلا بك. أهلا بكم، يعطيكم ألف عافية. وينضم إلينا أيضا من تركيا المحلل السياسي الدكتور أحمد الحسن، أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا أبدأ مع ضيفي من تركيا الأستاذ حمزة تيكين، هل جاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات مفاجئة؟ يعني طبيعية، ليست لا قضية مفاجئة ولا قضية غير منطقية، النتائج أتت طبيعية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية بالدرجة الأولى ولتحالف الجمهور، هو حقق اكتساحا في البرلمان التركي وهذا كان متوقعا حقيقة بالنسبة لهذا التحالف. تحالف المعارضة تحالف الأمة تراجعا كبيرا في البرلمان التركي، علما أنه كان يتوقع هو أن يكتسح البرلمان التركي. فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، كانت التوقعات قريبة جدا من هذه الأرقام التي حصلت، وبالتالي لم تكن بالمفاجئة بالنسبة لنا كمتابعين وكمراقبين. وبالتالي الجولة الثانية، توجهت تركيا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 من أيار مايو الجاري، بين الرئيس التركي الحالي الذي ما زال مستمرا، هنا لأريد أن أوضح، ما زال مستمرا بمهامه الدستورية، وهو ليس رئيسا منتهيا ولايته، يعني يتمتع بكافة صلاحياته الدستورية، وبين مرشح الطاولة المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وبطبيعة الحال الجولة الثانية ستكون حاسمة، لأنها تقوم على قاعدة الأكثرية، يعني من يحصل عدد أصوات أكثر ولو بصوت واحد هو الذي يفوز في هذه الجولة. طيب. طبعا توجه تركيا بجملة أخيرة، توجه تركيا لجولة ثانية يؤكد اليوم الصورة الديمقراطية لتركيا، الصورة الديمقراطية التي ثبتها حزب العدالة والتنمية على مدى 20 عاما من السلطة، ويعطي وكان الشعب التركي أعطى في هذه الانتخابات وسيعطي المزيد درسا بالديمقراطية
للعالم، خاصة للجهات التي تتهم الشعب التركي أنه يتعرض لاستبداد أو نعم. لديكتاتورية. طيب الأستاذ حمزة ابقى معنا. الدكتور أحمد الحسن، ما الذي تسبب برأيك بحرمان أردوغان ربع مليون صوت لحسم الدور الأول؟ لأن هناك اليوم من يقول إن أردوغان تعرض لتصويت انتقامي على الوضع الاقتصادي جاز الوصف من قبل بعض المتابعين. طيب أتوجه لك بنفس السؤال الدكتور حكيم بغرارة بخصوص عدم حسم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لهذه الجولة، الجولة الأولى من الانتخابات. يعني هناك من يتحدث عن أن أردوغان تعرض لتصويت انتقامي بسبب الوضع الاقتصادي بحسب متابعين. لا، هو ليس وضع انتقامي بقدر ما هو مزاج الناخب التركي، لأن هذه الظروف التي يقولون عنها بأنها انتقام من رجب طيب أردوغان هي التي جاءت برجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في 2002، لأن الناخب التركي يضع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مقدمة أولوياته الانتخابية، وهو ما مكن حزب العدالة والتنمية من المجيء إلى السلطة وبقائه طيلة 20 سنة. لكن كانت مؤشرات على الأقل في انتخابات المحلية لسنة 2019 رجب طيب أردوغان خسر في كبرى المدن التركية خاصة أنقرة وإسطنبول، وبالتالي بناء على هذه المؤشرات فما حدث في هذه الانتخابات كان متوقعا بالنظر إلى الظروف الاقتصادية، ارتفاع التضخم إلى تقريبا 50%، لأن تركيا تقريبا تستورد كل حاجياتها من الطاقة، لكن هذا لا يمنع من الحديث عن مكاسب رجب طيب أردوغان الذي نزع 6 أصفار من العملة الليرة التركية. حقيقة هي خسرت تقريبا 400% أمام الدولار، لكن نظرة عامة للاقتصاد التركي ولتوجهات الاقتصاد التركي وافتكاكه مكاسب قبل الانتخابات، تلك المحطة النووية التي استلمتها تركيا من روسيا ب20 مليار دولار ستخفف من أعباء الطاقة، وبالتالي هذه النتائج كانت متوقعة. هناك عامل آخر ربما يمكن أن نتحدث عنه بطريقة غير مباشرة، هو محاولة الاختراق الغرب للانتخابات التركية ودعم كمال كيليشدار أوغلو للفوز في المرحلة الأولى. هم راهنوا عليه للفوز في المرحلة الأولى بالنظر إلى تصريحاته عندما قال بأنني سأفرج عن كل المعتقلين السياسيين والإعلاميين، وكان يقصد الفئة الكردية. هو وضع نفسه في حرج كبير كمال إشكار أوغلو، وحقيقة رجب طيب أردوغان ما دام أنه لم يخسر في المرحلة الأولى سيحسم بنتيجة حاسمة في الدور الثاني، لأن كيليشدار أوغلو كان يراهن على هذا الاختراق الغربي في الجالية أو في الداخل، لأن عشية الانتخابات رجب طيب أردوغان قال للغرب لن أطبق العقوبات على العقوبات الغربية على روسيا، وهو ما جعل الغرب يتوجس وظهر بأنه حاول اختراق. طيب دكتور بغرارة، إذا أرحب من جديد بالدكتور أحمد الحسن المحلل السياسي، أهلا بك معنا من جديد. إذا في ظل هذه المنافسة الشرسة وحالة الاستقطاب الحاد، أنها أو ربما كانت المعارضة تتوقع أنها ستخصم النتيجة في الجولة الأولى، وبالتالي هل هناك خيبة أمل للأطراف المعارضة علما وأن التحليلات والمعطيات تشير إلى ارتفاع حظوظ أردوغان في الجولة الثانية؟ نعم، هناك خيبة أمل كبيرة بسبب أن المعارضة أعطت وعود عالية جدا، وعود تتعلق بإعادة بناء النظام البرلماني بالكامل، إنهاء كامل النظام الرئاسي، إنهاء كل ما بناه أردوغان، ثم بعد ذلك اضطرت المعارضة إلى الحشد خلف العنصريين وخلف المجموعات الأيديولوجية الصغيرة جدا. هذا يعطي مؤشر سيء جدا للناخب المتردد او الناخب الذي يعني لم يكن يهتم بالجانب الايديولوجي، حيث سيقول هذا الناخب ان الوضع سيء والوضع غير مقبول. هناك مساله اخرى ايضا مهمه في هذا الجانب، وهو ان استطلاعات الراي وكل الحركه الاعلاميه التي تمت في المرحله الاولى سقطت جميعا، بحيث حاليا اي استطلاع لم يعد مقنع للشارع. حاليا لدى المعارضه مشكله مهمه جدا، وهي كيف تقنع الناخب بجدوى الذهاب إلى الصندوق. يعني لم يعد يفكرون هل ينتخب أردوغان، هم يعملون حاليا فقط على إقناعه بجدوى الذهاب إلى الصندوق، لأن الكثير من الناخبين المترددين يعتبرون أنه لا جدوى من الذهاب إلى الصندوق، وأن ما يفعله كيليشدار أوغلو
هو فقط حشد الشارع من أجل تحريك الشارع ومن أجل زيادة القلقلة والمشاكل في تركيا. وقد أكد كليتشدارولو هذا الكلام بخطابه المتحمس اليوم وخطابه السيء اليوم. يعني خطاب كليتشدارولو اليوم كان غير مقبول حتى في حاضنته، غير مقبول لأنه أول شيء تراجع بالكامل. يعني هو وعد بتغيير سياسة تركيا 180 درجة، لكنه غير سياسته الذاتية قبل تغيير سياسة تركيا. يعني هو غير سياسته 180 درجة. طيب الدكتور أحمد الحسن، الأستاذة حمزة تكين، إذن في ظل هذه المغطيات وبالرغم من عدم حسم أي من الغريبين للجولة الأولى من الانتخابات، هناك اليوم مشكل أو عائق أمام المعارضة وهو معاكسات سلسلة الاستقالات والإقالات في صفوف المسؤولين عن حملة كليتشدارأوغلو. كيف ستؤثر هذه الاستقالات على سير الجولة الثانية من الانتخابات برأيك؟ طبعا المعارضة التركية بعدة أحزابها تعيش أزمة كبيرة بعيدة الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي. هناك استقالات في حزب الشعب الجمهوري وإقالات من هذا الحزب وعلى صعيد مرتفع يعني بالمناصب، كذلك حصلت استقالات خلال الساعات الماضية من حزب الجيد، واليوم صباحا حصلت استقالة كبيرة لأحد قياديي حزب الدعوة الذي يتزعمه علي باباجان، وبالتالي أحزاب كثيرة تشهد استقالات إلى جانب أعضاء بحزب السعادة التركي الذي هو جزء من الطاولة المعارضة. أعلنوا خلال الساعات الماضية أنهم سيصوتون للرئيس أردوغان بالجولة الثانية، وبالتالي هذا التصدع في المعارضة التركية وعدم تماسك، وهذا ما كنا مع كثير من المراقبين والصحفيين المتابعين للقضية التركية على مدى أشهر نتحدث به، أن المعارضة التركية أو الطاولة بالتحديد المعارضة غير متماسكة لا أيديولوجيا ولا سياسيا ولا من حيث الأهداف، وبالتالي سنرى هذا التصدع. إضافة إلى نقطة سلبية وكبيرة جدا، رغم مرور 5 أيام على الانتخابات، إلى الآن إحدى أهم قيادات المعارضة التركية، إحدى أهم أضلع الطاولة السياسية، غائبة عن المشهد، لم تصدر أي بيان، لم تصدر أي تصريح، لم تظهر للإعلام، وهي زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، وهذا يشير إلى التصدع في المعارضة. هذا التصدع بكل تأكيد منطقا وعقلا وبعيدا عن أي تحليل سياسي أو رأي سياسي، بكل تأكيد سيؤثر سلبا على مرشح المعارضة في الجولة الثانية، وهذا الأمر يصب بكل تأكيد أيضا بالمنطق لصالح الطرف الآخر الذي هو رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان طرفه يعني التحالف الداعم لرجب طيب أردوغان نراه متماسك، لم تحصل أي استقالة، لم نرى أي تصريحات متناقضة، نرى الأفراح والاحتفالات على الجانب الذي يدعم أردوغان، وبالتالي هنا تماسك. بكل تأكيد الرجل سيذهب إلى الانتخابات بثقة أكبر أي أردوغان، وهناك تصدع، والرجل هناك كمال كليتشدارأوغلو سيذهب إلى الانتخابات وهو يرتجف، كما ظهر قبل ساعة من هذا اللقاء معكم، ظهر بمؤتمر صحفي واضح لكل يعني للشخص العادي عندما يشاهد هذا المؤتمر كيف كان يرتعد ويرتجف وصوته فيه الكثير من الذعر، وبالتالي واضح أن المعارضة باتت تدرك من الآن أنها ستخسر الجولة الثانية. طيب ونستكمل من هذه النقطة. نعم طيب، هو كليتشدارأوغلو عندما تحالف مع مجموعة طاولة الستة مثل ما يقال عنهم، تم عزل الكثير من رجاله في نفس الحزب ومنح الفرصة في الانتخابات التشريعية لأعضاء هذه الأحزاب، وهو ما يفسر النكسة في الانتخابات التشريعية، لأنه كان يمني النفس بالفوز بالثلثين حتى يتمكن من إرجاع النظام البرلماني، وبالتالي حساباته سقطت، وكان قد خسر من داخل هذا التحالف خاصة من الرجال الذين كانوا محسوبين على حزبه وأبعدهم وعوضهم بالأحزاب المتحالفة التي هي ضعيفة في الانتشار الشعبي، وبالتالي هو ولد حركة انتقامية من داخل حزب الشعب الجمهوري. ثانيا لوغان سينان كان يراهن عليه كليتشدارأوغلو، لكنه فضح نفسه عندما تحالف مع الأحزاب الكردية من أجل أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين، وبالتالي لوغان سينان هو يرفض الإفراج عن هؤلاء، وبالتالي كليتشدارأوغلو في حال تراجعه عن وعوده للأكراد فكلهم سيذهبون إلى رجب طيب أردوغان أو سينتقمون من كليتشدارأوغلو، وبالتالي كما قلت لك كليتشدارأوغلو كان مركزا على حسم المعركة في الدور الأول لأنه يعرف
بأن كل هذه الأوراق الغير ساوية في السياسة ستفضحه في الدور التالي، وهذا ما يبرر وضعيته. حتى تصريحه بعد الإعلان الرسمي عن نتائج قال سأقاتل إلى النهاية. كلمة سأقاتل إلى النهاية يعني أنه خسر تقريبا كل شيء، لكنه سيقاتل، هذا المعنى، بمعنى أنه سيموت من أجل الوصول إلى الهدف، وهذا مستبعد كثيرا، لأن قلنا الاختراقات الغربية كانت تمني النفس بتمريره في الدور الأول حتى تكون مفاجأة صادمة، لكن كل الأوراق سقط. طيب الدكتور أحمد الحسن، إذن على ضوء هذه المعطيات وفي ظل ربما هذه الانتكاسة التي يعاني منها اليوم المرشح كليتشدار أوغلو، يعني ما هي أوراق ربما التي يملكها اليوم سواء كليتشدار أوغلو أو المرشح الثاني وهو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لحسم هذا السباق الرئاسي؟ نعم، الأوراق التي يمتلكها الرئيس أردوغان هي أوراق تستند بالأساس إلى الحملة الخاطئة التي تقوم بها المعارضة. هو يعني حتى لم يعذب نفسه كثيرا خلال الفترة الماضية، واهتم فقط بأمور أهالي الزلزال. يعني أكبر خدمات قدمت في الأيام الثلاثة الأخيرة لصالح حزب العدالة كلها صادرة من تصريحات ومن مواقف المعارضة. يعني لم يقدم حزب العدالة أي شيء يعني يزعج. يعني لا أدري ما مصلحة حاضنة أو الناشطين في المعارضة التركية من سب أهالي الزلزال لمجرد اختيارهم أنهم قرروا انتخاب شخص وعدهم بتسليم بيوتهم بعد عام. يعني قرار ديمقراطي وهم يدعون احترام الديمقراطية. لا أدري ما مصلحة المعارضة من جملة استعداء المؤسسات. يعني هناك خلط غريب. يعني اليوم مثلا كليتشدار أوغلو يقول أن المرأة لن تستطيع أن تنزل إلى الشارع وأن الوضع كثير متوتر، وكأن مؤسسات الدولة هي ملك أردوغان، وكأن الأمن والاستخبارات والجيش والشرطة كلهم هؤلاء يعني يعملون عند الرئيس أردوغان. هذا كلام كله كلام يعني كلام سيء جدا. هذا يحرك الشارع هذه المؤسسات، مؤسسات الشعب التركي. يعني الشعب التركي حين يسمع شخص يقول لا يوجد استخبارات، لا يوجد جيش، لا يوجد، هذا كلام مقلق جدا للشارع. لهذا السبب هذا الخطاب غير مفيد. هذا الخطاب مفيد في مراحل قد تكون مثلا في فترة الأزمات. هناك نقطة أخرى، هناك نقطة أخرى مهمة وعمل عليها حزب العدالة بجدارة كبيرة جدا، وهو أنه قبل حوالي عامين حزب العدالة تغاضى تماما عن الحملات العنصرية والحملات على الاقتصاد والحملات التي تقوم بها المعارضة. فكان يوميا هناك ضخ هائل لمواضيع الفساد، لمواضيع تتعلق باللاجئين السوريين، لمواضيع تتعلق بمخاطر الهجرة، مواضيع تتعلق بمخاطر المحافظين، وأن الدولة القادمة هي دولة إيران، وأن ما يأتي إلى تركيا هو ذهاب العلمانية. فالمواطن التركي في الأول اهتم بهذا الخطاب، ثم بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، بعد شهر شهرين ثلاثة، بات الخطاب هذا معتادا، وحتى لم يعد يجذب أحد. يعني حتى في فترة الانتخابات الأخيرة أخرجتها المعارضة من سياقها. حاليا عودة كليتشدار أوغلو إلى هذا الخطاب أكبر مقتل لكليتشدار أوغلو، ومن قام به من حملته الانتخابية لا يدرك شيء من أصول الحملات الانتخابية. يعني حاليا المجتمع التركي كله مل من جملة اللاجئين كله. والدليل على ما أقوله أن اليوم وزراء حزب العدالة استثمروا هذا الخطاب بشكل معاكس تماما. سليمان صويلق قال اخوتنا السوريين لن نرسلهم الى 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 الجحيم والحرب في سوريا، والله سيحاسبنا على هذا القرار. خلوصي اثار وزير الدفاع قال اخوتنا السوريين امان عندنا ولن نفعل ما يؤذيهم. فهو يقدم استثمارات، يعني ليس له مصلحه في هذا الجانب. كان يفترض بكليتشدار أوغلو أن يقوم بثلاث حركات لو كان يعني مطلع على أمور الحملات الانتخابية. أول شيء محاسبة شديدة داخل المعارضة. يعني كان بكليتشدار أوغلو أن يخرج ويقول أمام الشعب أنا خسرت لأني حولت الطاولة السداسية لبازار على المناصب وليس لمصلحة الشعب. طيب. أنا خسرت لأني لم أنتبه إلى النصائح التي وجهت إلي. أنا خسرت لأني قمت بحملات يعني تحرك الشارع. ربما هذا الكلام كان يأخذ صدى أكثر من الكلام الذي يقوله حاليا. طيب الدكتور أحمد الحسن، الأستاذ حمزة تكين، إذن بخصوص المرشح سنان أوغان الذي ربما تحصل على نسبة 5.17% من الأصوات، هذه النسبة بإمكانها أن تخصم من سيصل إلى الرئاسيات، أليس كذلك؟
يعني هو كذلك لو كان سينان يمون على هذه النسبة، ولكن هو يعترف ويعرف حقيقة الأمر أن نسبته بحدها الأقصى لا تتجاوز بين 2.5 إلى 3% في تركيا، وبالتالي هو لا يمون على البقية. البقية حصل عليها نتيجة انسحاب محرم إنجي من الدورة الأولى وتشتت الأصوات والتصويت يعني بطريقة النكاية بكمال كليشتار أغلو من أنصار محرم إنجي، وبالتالي القضية ليست 5.5%. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مهما كانت النسبة عند سينان أوغان فهو يظن أنه يعني صانع ملوك. بعض الإعلام استعمل هذا المصطلح لتوصيف سينان أوغان وهذا غير صحيح على الإطلاق. هذه النسبة بكل تأكيد لن تصب صبة واحدة لا إلى أردوغان ولا إلى كمال كليشتار أغلو، حتى لو خرج سينان ودعم أحد الطرفين. وبالتالي هذا التشتت الذي سيحصل بأصوات سينان أوغان في الجولة الثانية هو بكل تأكيد وفق الأرقام لصالح أردوغان كذلك، ولن يستطيع سينان أن يدعم كمال كليشتار أغلو بالأرقام المطلوبة كي يتفوق على أردوغان من حيث عدد الأصوات. هذا إلى معطيات أخرى تؤدي إلى تراجع نسبة أو عدد أصوات كمال كليشتار أغلو، هي على سبيل المثال أحد الأسباب الأحزاب بين قوسين التي ترفع الشعارات الإسلامية تجارة على الطاولة السداسية أو السباعية. هذه الأحزاب حصلت على ما تريده، حصلت على 37 نائبا تقريبا من حصة حزب الشعب الجمهوري، يعني صعدت إلى البرلمان على ظهر ومصلحة كمال كليشتار أوغلو. غالبية كبيرة من الشريحة الشعبية لهذه الأحزاب لن تتوجه في الجولة الثانية إلى الانتخابات لأنها لا تريد أن تنتخب كمال كليشتار أوغلو، وجزء منها سيتوجه لانتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي هذه خسارة بالأرقام لكمال كليشتار أوغلو في الجولة الثانية. وضع كمال كليشتار أوغلو أستاذتي الكريمة ضعيف جدا بالأرقام، ضعيف جدا، وكما ذكرت ما يؤكد هذا الأمر خطابه المتوتر قبل قليل، إعادة ورقة العنصرية المقيتة التي يتحدث بها تجاه اللاجئين وتجاه الضيوف الموجودين على الأراضي التركية، وبالتالي هناك ردة فعل حتى من بعض المعارضين تابعتها خلال الساعة الماضية، ردة فعل على خطابه العنصري المقيت تجاه اللاجئين، وبالتالي هذه الورقة الآن استخدمها، لماذا لم يستخدمها في الجولة الأولى؟ وبالتالي واضح أن القضية تجارة ليستميل بعض أصوات اليمينيين، والقضية مكشوفة، يعني اليمينيون ليسوا أغبياء، يعني يعرفون أن كمال كليشتار أوغلو يتاجر بشعورهم وبأحاسيسهم، لذلك لن يحصل على الكثير من أصواتهم، وضعه صعب، صعب جدا كمال كليشتار أوغلو. طيب شكرا لك الأستاذ حمزة تيكين الكاتب الصحفي، كنت معنا من تركيا على هذه المشاركة. إذا الدكتور حكيم بغرة، نعم تفضل. بسيط فقط، هو رجب طيب أردوغان أعتقد بأن كانت لديه تقارير بمحاولة لاختراق الانتخابات التركية، لماذا؟ هو استبق الحملة الانتخابية لإشغال أوغلو ووصل تقريبا إلى اتفاق شبه محسوم مع سوريا لتطبيع العلاقات ولتمكين السوريين بالعودة طوعا إلى الأراضي السورية، وكأنه كان يعرف بأن إشغال أوغلو كان سيوظف ورقة اللاجئين من أجل استمالة الأتراك. لكن رجب طيب أردوغان هو كذلك متمرس سياسيا، وكان قد قاب بفعلته في تعديل الدستور في 2017 ونال استفتاء كاملا من خلال استرجاع هيئة النظام الرئاسي، وعدل نسبة المرور إلى البرلمان، كانت 10% من أجل أن تدخل إلى البرلمان، خفضها إلى 7%، ومكن الأحزاب الصغيرة عند الدخول في تحالفات من تحقيق هذه النسبة التي تمكنهم من الدخول إلى البرلمان، وبالتالي هو كان مدركا لكل المخططات ولكل الاختراقات، وبالتالي هذه الثقة في النفس وفضح المعارضة من الدور الأول، هو أعتقد بأنه كان سيناريو غربي لتغيير نظام الحكم في تركيا، لأن حتى تركيا ربما هي منشأ الدولة العميقة. طيب أردوغان من خلال نعم. تمرسه هو أمام الدولة العميقة ووظفها في خدمة الدولة. طيب التركية. إنجازات عديدة كانت للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، إذن وفي ظل هذه النتائج وعلى ضوء حديث سينان أوغان عن هذه النسبة التي يتم الحديث عنها اليوم على أنها سترجح الكفة لأحد الغريمين، هل تعتقد بأن هذه التحالفات ستخصم المعركة؟
لا هو لوغانس سينان من خلال تصريحاته هو سيساند رجب طيب أردوغان، لأنه لا يمكن أن يقع في المحظور كذلك، لأن إذا ساند أوغلو فهو سيقف ضد مبادئه التي تقول بأن تركيا للأتراك وهو صاحب نزعة قومية. أما إذا ذهب لرجب طيب أردوغان فأردوغان سيجسد هذه المطالب من خلال تمكين اللاجئين السوريين من العودة طواعية دون ضغوطات ودون إخلال بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني، وبالتالي لوغانسون لا يجب أن يسوق لنفسه بأنه هو صانع الرؤساء، لأن في الأخير هو تقريبا تحصل على 2.5 و 3 مليون صوت. نعم. وبالتالي هذا يمكن تداركه، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة المشاركة 88% فيه أكثر من 10 ملايين صوت لم يصوتوا، فيه الهجرة كذلك 50% يمكن أن ترتفع، ورجب طيب أردوغان يعول على حزب الرفاه الجديد وعلى حزب الحركة القومية من أجل رفع وتيرة يعني استقطابهم للناخب التركي. وبالتالي كل المؤشرات توحي بأن لوغان سينان من مصلحته أن يساند رجب طيب أردوغان، وحتى التسويق لنفسه بأنه سيفصل فهذا أمر خاطئ كثيرا، لأن فيه تقريبا حوالي 15 مليون صوت بالمقارنة. طيب هو يملك 3 ملايين أصوات. طيب الدكتور أحمد الحسن، أبقى معك في ذات النقطة المتعلقة بسينان أوغان، أي دور للرجل بالرغم من خروجه من السباق الرئاسي في الجولة الأولى، إلا أنه صور نفسه على أنه سيحدد نتيجة الجولة الثانية وبأنه صانع ملوك كما يتم الترويج له، هل برأيك سينجح أوغان في ترجيح كفة أحد المرشحين وبالتالي يحسم المغترك لصالح أحدهما؟ الدكتور أحمد الحسن، إذن على ما يبدو لا نستطيع التواصل مع الدكتور أحمد الحسن. نرحب إذن بالمحلل السياسي الدكتور رجب سيار، أهلا بك معنا. أهلا بكم، مرحبا، شكرا لك. إذن الحديث عن المرشح أوغان سينان الذي يتم الحديث عن أنه هو من سيحسم المعركة في الجولة الثانية، هل تعتقد ذلك؟ أنا رأيي السؤال الصحيح عن سينان أوغان، إذا هو يتفق مع أحد هل يستطيع أن يقنع 5% ما يأخذ من أصوات المرشح الذي يتفق معه، لأن سينان أوغان يريد أن يتفق مع أي المرشح بطلبه نائب الرئيس والوزراء لحزبه ولحزب الظفر وحزب الثاني من اتفاقهم. وعندما نفكر بناء على هذا الطلب، رجب طيب أردوغان في اتفاقه لم يقبل أي المشاركة بوعد النائب الرئاسة والوزراء والكذا، فقط هو يتفق في اتفاقه، هو يبنى اتفاقه بناء على الأفكار والسياسة لمصلحة تركيا ولأجل تركيا. نعم. يعني اتفاق بالسياسة ليس تقسيم المواقع، وهذا تقسيم المواقع عند اتفاق الملة. وعندما نفكر هذا يمكن سينان أوغان يستطيع أن يتفق معهم، لكن مشكلتهم كيف يستطيع أن يقنع أصواته سينان أوغان، وحتى هؤلاء أغلبيتهم على فكرة قومية، كيف يستطيع أن يجلسون في نفس الطاولة مع إرهابي PKK؟ لا يمكن هذا أيضا. ومن هذا كمال كليشتارولو أصلا أمس أعلن واحد فيديو وهو يتحدث بضد اللاجئين والسوريين وكل العرب في تركيا ليستطيع أن يبنى اتفاق مع سينان أوغان بناء على فكرة بضد اللاجئين، ويستطيع أن يستر PKK عند هذا الاتفاق، لكن لا أعتقد يستطيع أن يقنع أصوات سينان أوغان. وأصوات سينان أوغان أصلا أغلبيته عندما محرم إنجا يخرج من الانتخابات منه بعض الشباب رجع إلى سينان أوغان، لكن هؤلاء الأصوات متحرك جدا، كان هؤلاء في البداية مع إكرم إمامولو رئيس بلدية إسطنبول، كان يريدون أن يكون مرشح للرئاسة إكرم إمامولو، وفي كل الاستطلاعات يخرج فكرهم
مع إكرام إمامولو، لكن بعده عندما يرى هؤلاء الشباب إكرام إمامولو ليس ناجح في بلدية رجعوا إلى منصور يواش، وعندما منصور يواش لا أعلن أنا لن أكون مرشح للرئاسة هؤلاء رجعوا إلى مهرم إنجا، وعندما مهرم إنجا يترك الانتخابات هم رجع إلى قسمه إلى سنان أوغا. طيب الدكتور أشب. نعم. طيب أعود إلى ضيفي من تركيا دائما الدكتور أحمد الحسن، إذا ما أبرز التحديات التي واجهت الرجلين لعدم حصولهما على النتائج الكافية لحسم السباق الرئاسي برأيك؟ نعم، موضوع عدم حسم يعني السباق الرئاسي ليس مرتبط فقط بموضوع يعني أخطاء في الحملات الانتخابية، إنما مرتبط أيضا في ظروف كبيرة جدا في تركيا. يعني لا يمكن الاستهانة بموضوع أن هناك زلزال قبل شهرين أو ثلاثة، حتى المعارضة نفسها كانت متأكدة أن حزب العدالة سيؤجل الانتخابات وأنه ليس لديه خيار سوى تأجيل الانتخابات. قرار البقاء على الانتخابات في هذا التوقيت الحساس وفي هذا الوضع مع الصعوبات الاقتصادية ومع المشاكل الدولية ومع مشكلة أوكرانيا وكثير من التحولات الدولية هو بحد ذاته قرار سياسي مكلف جدا. لكن من وجهة نظر حزب العدالة هو لا يعتبر نفسه أنه لم يفوز، بالعكس تماما. حتى جمهور حزب العدالة، بالمناسبة جمهور حزب العدالة منتشي تماما ويعتبر أنه في لحظة ضعف الدولة التركية أو الضغوط على الدولة التركية قدر ناخبو حزب العدالة وحاضنة حزب العدالة على الدفاع عن هذه الدولة والدفاع عن المؤسسات والدفاع عن مكتسبات الديمقراطية في تركيا، ويعتبرون أنهم ضحوا من أجل أهالي الزلزال. يعني ناخبو حزب العدالة إذا لاحظنا الأيام الثلاثة لم يلم أحد حزب العدالة على شيء، بالعكس تماما قالوا استمروا، بينما المعارضة كلهم لاموا المعارضة على الأخطاء، وقام الكثير داخل المعارضة باتهام كليتشدار أوغلو بالتواطؤ مع أردوغان والتواطؤ مع داود أوغلو وأنه بنى بازارات كلها مؤذية للمعارضة، بينما حاضنة حزب العدالة قالوا نعم نحن لم نطلب مكاسب فورية من الرئيس ولم نطلب مكاسب فورية من حزب العدالة، لكن لأن أولوية الوضع الحالي هو أهلنا في مناطق الزلزال، وهذا الخطاب وهذه التضحية أنتجت أن كل أهالي مناطق الزلزال عملت تماما على عكس ما توقعت المعارضة. بالمناسبة حين دخل كليتشدار أوغلو إلى الانتخابات كان مدعوما تماما أن أهالي مناطق الزلزال غسلوا يدهم من الرئيس أردوغان وأن هؤلاء تماما مع المعارضة، لكن الذي حصل هو العكس تماما، وأكبر صدمة جاءت لهم من مناطق الزلزال. فلهذا السبب نعم لا نستطيع أن نقول أن حزب العدالة فشل، بالعكس تماما حزب العدالة لم يفشل، لكن هناك نقطة مهمة داخل حزب العدالة. هذا الحزب هو في السلطة منذ 20 عام، وأي حزب في السلطة دائما يجذب ناس يعني ليس لهم فكر مندمج مع الحزب، وإنما لأن حزب في السلطة جاءوا إليه. فحزب العدالة يعتبر أن هؤلاء طالما هناك مصلحة من بقائهم مع الحزب سيبقون، إذا لم تبقى مصلحة معهم قادر هؤلاء يخرجوا من السفينة. طيب. فلهذا السبب حزب العدالة حاليا اهتمامه بتوسعه الشريحة الحماسية للحزب، الشريحة التي يعني نعتبر أن الحزب هو قاعدتها الرئيسية، وبناء عليه نلاحظ أن الحزب بنى سياسة هي تستقطب الشباب والمرأة. إذا لاحظنا على انتخابات حزب العدالة البرلمانية المكون الأعلى في المرأة من حزب العدالة، المكون الأعلى في الشباب من حزب طيب العدالة، المعارضة فشلت تماما في موضوع الشباب. طيب الدكتور أحمد أو حكيم أبو غرارة معذرة، إذن في ظل هذه النتائج وهذه المعطيات اليوم وتوجه الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، ما التحديات التي تواجه الرئيس التركي في حسم الجولة الثانية من هذه الانتخابات؟ لا هو ليس فيه تحديات، لأن حتى مزاج الناخب التركي الأتراك لا يحبذون عدم الانسجام بين البرلمان وبين السلطة التنفيذية، وما دام قد منحوا أغلبية من خلال تحالفات لحزب العدالة والتنمية ب 317 مقعد أكثر من 50%، فهذا سيؤدي بهم إلى إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان، لأن حتى الظروف الداخلية ونتائج الزلزال هذه تقتضي نوعا من الاستمرارية ونوعا من الاستقرار حتى يتم تسريع إجراءات التكفل بضحايا غازي عنتاب وكهرمان مرعش والكثير من المناطق التي مسها الزلزال، وبالتالي هذه كذلك من
مزاجات الناخب التركي الذي دائما يدافع أو يصوت من صالح الانسجام بين مختلف المؤسسات. وبالتالي التحديات أكيد هي كبيرة جدا في ظل الظروف الاقتصادية، لكن رجب طيب أردوغان قدم الكثير من الحلول الواقعية، وخاصة الوعود الروسية بجعل تركيا منصة للطاقة وبالكثير من الدعم أكيد في حالة رجب طيب أردوغان. وهو في عز الحملة الانتخابية والدور الثاني تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وبالتالي يجب الحديث كذلك عن مولود شاويش أوغلو وزير الخارجية التركي الذي يعتبر العلبة السوداء لرجب طيب أردوغان. هذا المتمرس في العلاقات الدولية له دور كبير في اقتراح الحلول وفي التوفيق بين الشرق والغرب، لأنه لا يخفى على أحد بأن تركيا عضو في الحلف الأطلسي وتتسلح من روسيا، لديها علاقات مع قوية مع إسرائيل منذ 1949، ولديها علاقات أقوى كذلك مع العرب، وبالتالي تسيير كل هذه المتناقضات هذا ينم عن سياسة مركزة وباستشراف عالي المستوى والقدرة على إدارة الأزمات وإدارة المتناقضات كذلك في السياسة الخارجية التركية. على كل حال لغة المصالح ليس فيها عيب، لكن يجب النظر بأن رجب طيب أردوغان هو قوي من المؤسسات ومن الرجالات الذين يعتمدون عليهم حقيقة، لا يسوق لهم إعلاميا كثيرا، لكن في أوقات الأزمات وفي أوقات الشدة يظهر هؤلاء الرجال قدرة على تسيير الزلزال، جلب المساعدات وفرق الإنقاذ تقريبا من كل دول العالم، إسراع في محاولة التكفل رغم محاولة المعارضة تشويع هذه الإجراءات، إلا أن أعتقد بأن رجب طيب أردوغان يجب أن ينظر له من باب بأنه حزب ولديه مؤسسات كبيرة. طيب دكتور أبو غرارة، الدكتور رجب سيار لو نتحدث عن المدن الكبرى كأنقرة وإزمير واسطنبول، هذه المدن لم تصوت للرئيس التركي، والمقولة الشهيرة في تركيا إن من خسر اسطنبول يخسر الانتخابات بصرف النظر عن اعتبار اسطنبول معقلة لأردوغان، وهنا كيف سيتعاطى الرئيس المنتخب مع هذه النتيجة؟ الدكتور رجب نعم السلام عليكم. نعم كنت أتحدث عن المدن الكبرى في تركيا مثلا كاسطنبول وإزمير وأنقرة التي لم يحصل فيها رجب طيب أردوغان النتيجة، وبالتالي كيف سيتعامل أو سيتعامل عفوا الرئيس التركي مع هذه النتيجة، علما بأن هذه المدن هي معقل أو أنقرة هي معقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحديث دائما عن أن المقولة الشهيرة في تركيا أن من يخسر اسطنبول يخسر الانتخابات. نعم، لكن هذا كلام قديم في تركيا في سياسة التركية، وأصلا هذه الكلام بدأ بنجاح رجب طيب أردوغان في بلدية إسطنبول تقريبا 25 قبل 25 سنوات تقريبا، وبعده قالوا من نجح في إسطنبول نجح في تركيا، وحتى الآن نقول عن هذا الكلام. لكن أظن في هذا الانتخابات تغير شوي، كان نجح حزب جهف في إسطنبول وأنقرة، لكن الآن نستطيع أن نرى في المجموع حزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان يستطيع أن يأخذ أغلبية. وفي إسطنبول وفي أنقرة ومدن الكبرى أصلا أكبر صعوبات الاقتصادية فيهم، في مدن الأخرى مثلا إيجار، ارتفاع الإيجار يتأثر إلى الناس أكثر من مدن الصغرى، وفي الشعب من يعيش في المدن الكبرى شوي يستطيع أن يفكر أكثر عن الأمور الاقتصادية. لكن في هذا الجولة أنا أؤمن في إسطنبول وفي أنقرة وفي كثير مدن الكبرى سيرجع من جديد إلى رجب طيب أردوغان، لأن عندما نرى أيضا عن تقسيم الأصوات أيضا يوجد مثلا صوت سينان أوغان في المدن الكبرى أيضا مرتفع شوي، وهؤلاء أصوات الوطنية والقومية، يعني كله عن أفكار الوطنية والقومية. وعندما نرى الآن شخصين خيارين في أمام تركيا، رجب طيب أردوغان وكمال كليشترولو، وحده يتفق مع PKK ويتفق مع الغرب، ووحده هو يريد أن يكون تركيا حرة
وقوية دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا في هذا المنطقة. وأغلبية الأصوات سينوغان أيضا سيرجع إلى رجب طيب أردوغان، ونحن نستطيع أن نرى في هذا الجولة مدن الكبرى سيرجع إلى أردوغان. طيب الدكتور أحمد الحسن، ماذا عن المغارضة؟ ما الذي بقي لها بعد خسارتها الانتخابات البرلمانية؟ نعم، المعارضة حاليا تسعى إلى المحافظة على كيانها، يعني ليس الموضوع مرتبط في الانتخابات حاليا. يعتبر كليتشدار أوغلو ومن حوله أن المعارضة باتت مهددة، حتى يعني سأقول لك من كواليس مثلا حزب الشعب الجمهوري، هناك أجنحة داخل حزب الشعب الجمهوري مثل مثلا أكرم إمامولو، مثل مثلا جنان قفطنجي، مثل مثلا بعض الشخصيات الأخرى، باتت حاليا تعمل داخليا يعني على مسألة فراغ كليتشدار أوغلو، فراغ الحزب منذ 20 عام، وأنه بات المنصب جاهز، يعني لا يهتمون بموضوع الانتخابات، يعتبرون أن الانتخابات تحصيل حاصل. فلهذا السبب حاليا كليتشدار أوغلو ثمة من أقنعه أن تحالفك مع سنان والقوميين هؤلاء سيحسن فرص الانتخابات. هذه الافتراضية على ماذا تفعل؟ تعتمد على التلاعب بعقل الناخب. يعني حاليا الناخب وجد ان حزب العداله هو المنتصر وقال لن اذهب، يعني الذين لديهم مشكله مع حزب العداله قالوا لن نذهب الى الصندوق، لا نشارك هنا ولا هنا. حاليا نصحوه لكليتشدار، قالوا له اعطي دافع حماسي لهؤلاء. ما هو الدافع الحماسي؟ أن سنان سيتحالف معي. هنا الناخب سيقول دعني جربت مرة، دعني أجرب المرة الثانية، يعني يحصل له حماس. فهذه على ماذا تستند؟ تستند على أن الناخب العادي لا يعرف موضوع تفاصيل الأصوات، ولا يعرف أن سنان لن يؤثر في فرص حزب العدالة في المرحلة الثانية. فلهذا السبب سيعتقد أن سنان كان له 5 مليون صوت، وهذه 5 مليون صوت إذا أخذها حاليا كليتشدار أوغلو، الفارق الذي ما بين كليتشدار أوغلو والرئيس أردوغان سيمتلئ ويفوز كليتشدار أوغلو. لكن هذه آلية أصلا هي معتمدة على افتراضات والتفكير عن الناخب، وهي مغالطة وقعت فيها المعارضة سابقا، بينما يفترض بهم أن يحسبوا حاليا أن هناك كتلة مهمة هي الناخب المتردد، وهم حوالي تقريبا 20-25%. هؤلاء الناخبون المترددون هؤلاء حسموا مصيرهم، يعني حسموا، قالوا طالما حزب العدالة في البرلمان فأنا اختياري لكليتشدار أوغلو سيضر وظيفتي، سيضر اقتصادي، سيضر مصلحتي المالية، سيضر الكثير من الأمور. فهؤلاء هم المخاطرة، ولم يفيده سنان أو القوميين. ثم أن سنان نفسه لم يعد يمون أو يتحكم بالكتلة التي راهنت عليه في المرحلة الأولى. نعم. طيب الدكتور حكيم بغرارة، على ضوء هذه التحليلات، هل تبدو مهمة أردوغان سهلة بالنظر إلى أنه ربما يحتاج إلى أصوات أقل من كليتشدار أوغلو؟ لا، هو لا يجب إجراء هذه الحسابات والدور الأول قد انتهى حقيقة. لو كان هناك تأثير لأوغان سنان لكان قد فصل لأحد المترشحين، لكن الأمور ستتغير في الدور الثاني ما دام سيكون هناك مترشحين فقط. حقيقة 2.5 مليون صوت بالمقارنة مع نسبة المشاركة التي لا نعرفها في الدور الثاني قد لا يكون لها تأثير في حالة انخفضت نسبة المشاركة. 88% نسبة المشاركة في الدور الأول هو رقم قياسي كبير جدا، لكن لا يجب أن نغفل بأن حوالي 1.8 مليون لم يصوتوا في الجالية، وحوالي 12 مليون لم يصوتوا داخل تركيا، وبالتالي الحسابات هي كبيرة. هناك أحزاب جندت ربما مناضليها للانتخاب عليها في الانتخابات التشريعية ولم تصوت في الانتخابات الرئاسية، أو لم تفصح عن توجهات ميولاتها. لكن رجب طيب أردوغان يقول بأن تحالفه قادر على حسم المعركة في الدور الثاني. بالنسبة ربما لتراجع أردوغان في أسطنبول وفي أنقرة، هذا كان متوقعا بالنظر إلى ما حدث في الانتخابات المحلية في 2019، أين خسر رجب طيب أردوغان تقريبا كبرى المدن التركية، وهذا متعلق بأمور تاريخية وبلوبيات رجال الأعمال ورجال الإعلام والاختراقات والقرب من الغرب والدول الأوروبية. وبالتالي كل هذه المعطيات أعتقد بأن رجب طيب أردوغان كان يعرفها انطلاقا مما حدث في الانتخابات المحلية. وكما قلنا دائما مزاج الناخب التركي صعب جدا، فالظروف الأمنية خاصة الورقة الكردية، لا ننسى بأن حتى رجب طيب أردوغان هو متحالف مع
حزب الحركة القومية الذي فيه أكراد معتدلين ينبذون العنف ويدافعون. لا ينسى الأتراك بأن رجب طيب أردوغان هو من تفاوض مع الاتحاد الأوروبي وهو من اعترف بالأقليات 20% من العلويين. هو كما قلت لك سير كل المتناقضات، كانت فيها مكاسب داخلية ومكاسب للسياسة الخارجية، وهو ما جعل الشعب التركي رغم الذي لم يصوت لرجب طيب أردوغان إلا أن يحتربه كثيرا بالنظر إلى المكاسب التي جلبها لتركيا. لا تنسي بأنه رفع الاقتصاد إلى 900 مليار دولار كناتج داخلي خام، صادرات ب 250 مليار دولار، لولا سوء الطالع مع سوق الطاقة التي تستورد تركيا منها تقريبا كل حاجياتها، هذا ما أثر على رفع نسبة التضخم في تركيا. لكن الأمور هي دولية، لأن الأزمة تقريبا كل دول العالم تعاني من الأزمة، وبالتالي فأعتقد بأن هذه الأمور لن تقف أمام اختيار رجب طيب أردوغان. طيب دكتور بغرار، إذا المشهد السياسي والمنافسة مختدمة. الدكتور رجب سيار على هذا السباق الرئاسي في تركيا، واليوم هناك رهان على الطغون وأنه بإمكانها أن تغير النتيجة سواء من ناحية الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية. هل هذا التشكيك وارد في ظل عدم اعتراض أي من الأطراف السياسية على سير العملية الانتخابية؟ حتى أعلن رئيس تنسيق الإدارية الانتخابية لا يوجد اعتراض يكفي ليتغير أي النتائج، فقط يمكن أن يتغير بعض عدد البرلمانيين في بعض المدن فقط، مثلا في إسطنبول في منطقة الثالث الآن حزب العدالة والتنمية نحن أخذنا 14 برلمان، ولي 15 فقط نحتاج 1000 صوت مثلا. الآن يوجد بعض الاعتراض ويمشي أمور بأمور الحقوقية والقانونية. يعني في تركيا الآن لا يوجد أي مشكلة أو أي مشكلة أو اختلاف بين الطرفين عن حقوق الانتخابات وموجودية الديمقراطية. الآن في تركيا رجب طيب أردوغان أخذ 49.5 تقريبا بالمئة أصوات، يعني أكثر من 27 مليون، وفقط كان ناقص لينتهي في جولة أولى 270 ألف، واللي 270 ألف الآن يذهب انتخابات إلى جولة ثانية. وهذا أظن درس لكل الدنيا الذي يقول لرجب طيب أردوغان ديكتاتور ويتحدثون عن بضد ديمقراطية والحقوق التركية، هذا أظن أكبر درس لهم. طيب دكتور أحمد حسن، على ما يبدو أن حسابات ما بين الجولتين هي معقدة ومتشابكة، اجتماعات مغلقة لتحالف الأمة في أنقرة، إذن ما ملامح الاستراتيجية التي يعول عليها كيليتشدار أوغلو وتحالف الأمة في المرحلة الثانية؟ نعم، أنا الذي شاهدته بعد كلام كيليتشدار أوغلو من حاضنة كيليتشدار أوغلو حتى من الصحفيين التابعين لكيليتشدار أوغلو، الجميع ركز على نقطتين. النقطة الأولى قالوا له الحشد خلال 10 أيام بهذا الخطاب غير مفيد، لأن هذا الخطاب يحتاج ظروف مناسبة، رح يحتاج إقناع الناس سائق بأوراق في ضغوط إعلامية وغيرها. قالوا له كان عليك أن تقوم بإجراءات ملموسة تظهر أنك فهمت الدرس، تظهر أنك جدي في موضوع بناء معارضة قوية أو بناء أو الوصول إلى السلطة. مسألة أخرى، مسألة ثانية أيضا، حاليا الموضوع من حزب العدالة ليس استهانة بالمعارضة، لم يستهن حزب العدالة بتاتا بموضوع المعارضة ولا يستهين بذلك، لكن حزب العدالة يتعامل مع المعارضة أنه يفهم استراتيجيات المعارضة، يعني يقرأها مسبقا، فهذه خطوة مهمة جدا لحزب العدالة. يعني كيليتشدار أوغلو حين الكلام الذي حكاه اليوم قبل 4 أيام جميع المحللين من غير الأتراك ومن الأتراك، جميع المحللين قالوا كيليتشدار أوغلو سيتحدث عن موضوع اللاجئين، سيتحدث عن موضوع العنصرية، سيتحدث عن موضوع الشركة، فنحن نقرأ ماذا سيفعل الآخر. بينما الرئيس أردوغان يعتمد استراتيجيات المفاجأة، استراتيجيات لا تتوقع، فلهذا السبب المعارضة حاليا تتعامل متموضعة في موقع المعارضة، يعني هي تتعامل مع الموضوع وكأن المعارضة تخدمها وليس التوجه إلى السلطة. التحديات الحالية على حزب العدالة ليس مرتبطة بالانتخابات من وجهة نظري، وإنما
هي مرتبطة بمرحلة الانتخابات البلدية بعد عام. يعني المؤشر الذي حصل في المدن الكبيرة هذا المؤشر لم يهتم به حزب العدالة من أجل انتخابات حالية، وإنما اهتموا به من أجل انتخابات البلدية، لأن هذه المدن بلديتها مهمة جدا لحزب العدالة، ومهم جدا تواجد حزب العدالة في هذه البلديات. فحزب العدالة بدأ يراجع نفسه، ما أين قصد حتى أن هذه المدن انتخبت كليتشدارو؟ العامل الأول في هذه في هذا التحليل وجدوه يتعلق بطريقة خطاب المدن الكبيرة. حزب العدالة اعتمد على المشاهدة الفيزيائية، اعتمد على الزيارات الميدانية. هذه الآلية تمشي في مناطق الأرياف وفي المدن الصغيرة، لكنها لا تمشي في المدن الكبيرة باعتبار أن الناخبين مشغولين في حياة العمل اليومية. فهنا تم إهمال موضوع السوشيال ميديا وموضوع الإعلام والافتراضي. حزب العدالة سيعوض نقصه في هذا الجانب في المدن الكبيرة. ثم المسألة الأخرى في المدن الكبيرة أيضا وهو المتعلق بموضوع الضغوط الاقتصادية. يعني تم تجاهل الكثير من اتهامات المعارضة بخصوص موضوع الاقتصاد وغيره. حاليا حزب العدالة يسعى إلى بناء سياسة أخرى، سياسة تعتمد على إظهار كذب المعارضة، إظهار كذب الأرقام، وعلى مقاربة منطقية تقنع أصحاب المدن هذه على أنه خلال عامين أو ثلاثة أو عام سيتم حل بعض المشكلات الاقتصادية. فإذا من هذه الأمور كلها حزب العدالة يستفيد من الدرس. حتى خطاب حزب العدالة خطاب المتعلم، يعني حزب العدالة لم يستعدي أحد. الرئيس أردوغان خرج وقال أنا أحترم من انتخبني ومن لم ينتخبني، وأنا رئيس كل الأتراك. وقال أيضا الذين لم ينتخبونا ليس معناه أننا أنهم يكرهوننا، وإنما معناه أنهم عاتبون علينا لأننا قصرنا نحوهم، وهذا التقصير نحن سنتلافاه وحقهم على رأسنا. هذا الكلام مختلف حين تقول كلام المعارضة أن الذين انتخبوا أردوغان هم أناس لا يريدون المرأة أن تتحرر ولا يريدون التركي أن يعيش بحياة سليمة، ويريدون أن نفتح الحدود وأن تنتهي حياة الأتراك. فهذا الخطاب التحريضي لا يقبل غير في الأوساط بالأساس التي هي متشنجة وتتقبل هذا الجانب. طيب. ثم نأتي إلى التحالفات. التحالفات جزء مهم. يعني حاليا مثلا تحالفات الطاولة المعارضة الناس تسأل حاليا لكليتشدارو، تقول له أنت عطيت علي باباجان وعطيت داود أغلو 20 مقعد في البرلمان من دون أي مقابل، على أساس أن هؤلاء في الأرياف فاعلون، وخاصة داود أغلو. داود أغلو قال أنا في الأناضول مجرد أن أصرخ في الناس كلها ستأتي وتنتخب. الذي حصل أن الأناضول فيه تفوق ساحق لحزب العدالة. طيب حاليا يقولون له لماذا تحالفت مع داود أغلو وعصيته 20 مقعد في البرلمان. طيب الدكتور أحمد حسن، إذا الدكتور حكيم بوغرارة كان هذا جانب من رؤية الدكتور أحمد حسن بخصوص الاستراتيجية التي ربما هزمت مرشح المعارضة كليتشدار أغلو، وجانب من استراتيجية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في كسب أو خصم السباق الرئاسي وكسب ثقة الأتراك. إذا ما حضور الرئيس التركي الحالي في حسم هذا السباق الرئاسي؟ لا، هو متعود على مثل هذه الرهانات، لأن على الأقل شعب إسطنبول لا يجب أن ينسى دور رجب طيب أردوغان في تطوير هذه المدينة عندما انتخب عمدة ورئيسا لبلدية إسطنبول في 1994، والتي كانت بابا حل مشكل العطش وحل مشكل البنى التحتية وجعلها عاصمة اقتصادية ربما تاريخيا. حزب العدالة والتنمية المحسوب على الإسلاميين والقريب من مختلف الأقليات التي جلب لها رجب طيب أردوغان الكثير من الحقوق في إطار سعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقبل رجب طيب أردوغان كانت اللوبيات الاقتصادية محسوبة على العلمانيين ولديهم تأثير قوي في المدن الكبرى. لعل رجب طيب أردوغان عندما حاول أن يوازن بين العلمانيين وبين مختلف الأقليات الأخرى في الحدود الاقتصادية وفي الاستثمار، وبالتالي هو كسب كذلك لوبيات اقتصادية توازن بينه وبين العلمانيين، ولهذا المدن التركية الكبرى والقريبة خاصة للحياة الغربية هي دائما ما تبحث عن البراغماتية وعن حقوقها، وبالتالي هذه المتناقضات في المدن التركية هو متعود عليها رجب طيب أردوغان، وهو يفهم الأمور جيدا، وأكيد بأنه سيخطط استراتيجية أخرى من أجل التدارك في هذه المدن الكبرى، خاصة وأن الانتخابات المحلية كذلك على
الأبواب، ولكن عموما الظروف المحلية والإقليمية والدولية هي تصب في صالح رجب طيب أردوغان، لأن حتى محاولة الغرب لاختراق الانتخابات ظهرت ضعيفة بالمقارنة مع الدعم الروسي الاقتصادي لرجب طيب أردوغان ووعود قدمها برفع مستوى التعاون مع تركيا. أعتقد بأن حتى الظروف الإقليمية والظروف الدولية تحتم على إبقاء رجب طيب أردوغان، خاصة وأن سلة الغذاء العالمي مقترنة بالاتفاق الذي وقع في تركيا والذي تشرف على متابعته، خاصة تفتيش سفن في الموانئ التركية. وبالتالي بقدر ما كانت حيلة الغرب، لأن حتى كيليشدار الذي قام بإقالات كبيرة هذا يعكس إحباطه النفسي ويقينه بأنه كان سيفصل في الدور الأول، وبالتالي ردود فعله حتى سيميولوجيا من خلال ظهور القلق وهندامه مبعثرة نوعا ما ويظهر عليه التوتر، يبدو أنه لم يتقبل النتائج، لأن صراحة الفرز في النتائج في 10% الأولى كان رجب طيب أردوغان متفوقا ب 63%، لكن مع مرور عملية الفرز انخفضت النسبة إلى 49.5%، وهذا ما يعكس بأن عمل جبار كبير تم من كيليشدار أوغلو بالتواطؤ مع الغرب بين قوسين وربما معلومات جاءته من الداخل، لكن توغل رجب طيب أردوغان وتقريبا الفترة التي قضاها بين من 2002 إلى 2023 هذا غيرت الكثير من النظرة للأحزاب العلمانية، وأعتقد بأن الأتراك يريدون منح فرصة أخرى لرجب طيب أردوغان الذي هو كذلك عمل على هذا الواقع الذي أنتجه من خلال تعديله للدستور حتى يتمكن من الترشح لعهدتين، لأنه كان قد قضى عهدة من 2014 إلى على كل الحسابات كبيرة المتناقضات كبيرة، لكن رجب طيب أردوغان شخص متمرس وسير الكثير من الأزمات وحضر الكثير من الانقلابات، هذا أكسبه تجربة كبيرة لأنه متكون دينيا ولاعب كرة قدم ودرس الاقتصاد والتجارة ومكنه القطاع الخاص بين 1980 من تجربة كبيرة ساعدته على البروز، لأنه اليوم هو يجني مسار كامل لحياة سياسية وليس لانتخابات واحدة. طيب الدكتور حكيم بوغرلا، إذن الدكتور رجب سيار على ضوء هذه التحليلات وما يعرفه الميدان اليوم بين كيليشدار أوغلو والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، إلى أين يتجه المشهد السياسي في ظل كل هذه المعطيات؟ نعم، الآن في تركيا عندما ينجح اتفاق الجمهور مع رجب طيب أردوغان في برلمانية، عندما يأخذ أغلبية البرلمانية، أصلا لم يبقى أي الورق عند المعارضة، لأنهم عندما يبدأ أن يتحرك مع الطاولة ويبنى الطاولة هم بنى اتفاقهم على فكرة تغيير السيستم التركي إلى سيستم برلمانية، لكن الآن لا يمكن أن يتغيرون أي شيء في مجلس تركيا، حتى لا يمكن أن يتغيرون أي قانون، لا يوجد عندهم أي قوة عند المجلس التركي، وبناء على ذلك هم ماذا يستطيع أن يتحدث مع طاولة سداسية وهدف إلى الشعب التركي؟ أصلا لم يبقى في يدهم شيئا. أما عندما نفكر لرجب طيب أردوغان، هو كان لا يهتم أصلا من البداية ليحافظ صوته لحزبه، فقط هو يهتم لنأخذ أغلبية من المجلس مع اتفاق الجمهور مع كل الأحزاب من يوجد في الاتفاق، ومن هذا أصلا دخل إلى الانتخابات هؤلاء الأحزاب، حزب الرفاح والحزب المهبة والبيوكبليك بارتس، يعني اتحاد الكبرى، كله دخل باسمهم، لأن عندما يدخل كله باسمهم نستطيع ننجح أغلبية في المجلس يكفي لنا، لكن عندما نفكر للمعارضة هم دخل كله تحت اسم جهفة، لأن لا يستطيع أن يأخذون يعني كان يخسرون أكثر في الانتخابات. ولكن الآن عندما نرى منذ مثلا 3 أيام ميرال أكشنر رئيس إي بارتي لم تتحدث شيئا عن جولة ثانية حتى الآن، ولا يوجد أي صوت منها، وعندما نرى الميدان كيف يذهب إلى الصناديق
من يصوت لمرال أكشنر في جولة الثانية بأي الأفكار، بأي القوة، بأي حماسة، الآن ليس واضح في تركيا. وحتى مرال أكشنر لم تتحدث شيء لجولة ثانية. عندما نفكر هكذا، أصوات رجب طيب أردوغان ينتظر لجولة ثانية بمتحمسين أكثر. وأما لأجل المعارضة، أنا منذ 3 أيام أيضا في الميادين، أمس كنت في سوق في بيلكتوزو، اليوم أنا في مشهد شهير، يعني نحن نتحرك لحملة انتخابية أيضا، ونستطيع أن نرى عند المعارضة طرف شعوب الديمقراطية شوي متحمس، وطرف حزب جاهبة شوي متحمس. طيب، لكن طرف انتهى وقت البرنامج. الدكتور رجب سيار، شكرا لك على المشاركة. شكرا لك الدكتور والمحلل السياسي حكيم بغرارة. شكرا لك المحلل السياسي دكتور أحمد الحسن، والشكر موصول للكاتب الصحفي من تركيا حمزة تيكين. وإلى هنا مشاهدينا ينتهي عدد اليوم من برنامج نبض العالم. موعدنا يتجدد غدا بحول الله. إلى اللقاء.